السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير، حوال مزيانه. نتمنى من الله يجزيكم ويبقاكم على الف خير. اليوم بغيت نبارطاجي مع الاخوان على ود البيرميت كان طاح ليا وعاود جبتو من جديد، ولكن خاصك ضروري دير واحد ديكلاراسيون عند البوليس ومشي درت واحد ديكلاراسيون، وهاديك ديكلاراسيون مخرجت ليا على واحد يعني كتخرج في هذيك النهار، ولكن داروا معايا حتى الغدي باش خرجت لي نوريكم ديكلاراسيون ديال البوليس ونوريكم ديال البيرمي ونوريكم الاجراءات ديال البيرمي. الناس اللي طيح لهم يعني طاحت لهم خطه السياقه البيرمي خاصهم يديروا هذا اللي طاح لهم. كتمشي اول خطوه كتمشي كتمشي دير واحد ديكلاراسيون عند البوليس كديرها فابور غراتوي، ما كي ما تيتخاصم عندك ما والو، تاخذها يعني غراتوي. يعني هو كتصبر واش يعطيك في ديك الساعه ولا كتصبر حتى العشيه ولا حتى الصباح، المهم واش كيدير معاك. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه كتمشي للمكتبة كتاخد واحد الدوسي كيدير شي 22 درهم تقريبا، انا لقيتها لا شي 20 درهم تقريبا الدوسي كيدير تقريبا، هو مجموع هذاك الدوسي بحال الحمر دابا نوري لكم، هو حمر هذاك الدوسي، هذاك الدوسي مع هذاك سميتو هذاك الدوسي مع هذاك الحمر دوسي، فوالا دوسي حمر مع هذاك الديكلاراسيون ديال البوليس كتحطها معاه وجوج تصاور وفوتوكوبي لاكار تقريبا غيطلبوا لي جوج تصاور صافي. كتجي كتبعها كاش شي بريد كاش يعني شي بوسطه حتى عندها بريد كاش بحال هكا، كتبع لهم الدوسي ديالك. هذيك الساعه كيعطوك واحد الورقه بانك كتسوق بها وهاد الشيء. المهم هادشي اللي كاين. المهم اللي وبالنسبه للناس اللي غيعاود يجد البيرمي يعني غيعاودو من جديد وقال كيعاود لافيز ديال العين، بالنسبه اللي طاح لي كتبقى كل وحده. المهم انا بارتاج معكم عاود البيرمي ديالي ونتمنى الله التوفيق للجميع. وكما كتشوفوا دابا انا راه جالس في واحد البلاصه واحد المنصحه سميتها السلام، كاينه حدا ما بين جامع السنه هذا مريح دابا حاليا، انا راه مريح ما خدامش هاد السيمانه، جالس عيد شويه من تما راه الخدمه خدمنا جري بزاف، قلنا نرتاحوا شويه ونتكالموا شويه تنقلبوا ان شاء الله على شي حاجه اخرى ان شاء الله. المهم كنبغيكم بزاف راه غنلوحكم واحد فيديو اخر ان شاء الله غنمونطيو وغنلوحو لكم، راه موجود خصنا نلوحو مورا هذه ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع، ونخلي لكم واحد رؤية زوينة، واحد منظر رائع في الشارع. فوالا الكاسك ديالي هنايا، الكاسك الوريقات حاشاكم هنا لابوبيل قهوة كنت كونسوميت القهوة هنا. هاد البلاصة زوينة كيما كتشوفو، ها ستاسيون واحد القهوة زوينة، ها مصحة السلام قلتلكم هنا في كينا كطلع الفوق كطلع كينا ديك سميتها كينا كين جامع السنة كطلع هنا كطلع ميشيل هنا بحال هكا تعود لعند المومن كيما كتشوفو هنا ستاسيون هنا تيخصو الطوموبيلات المسائل، ها الموطور ديالي هنايا في البلاصي وكيما كتشوفو الأجواء هي هنايا يعني بلاصة زوينة بزاف ومكالمية واللي بغا يرتاح. وهاد الكاسك هذا راه عاد شريتو دابا الموطور، هو خديتو بواحد يعني ماركة ما بيهاش زوينة، خديتو تقريبا بشي 300 درهم، كان قال لي 400 درهم خديتو ب 300 درهم من عندو صافي. هادشي اللي كاين. المهم صورتها ديال الموطور، راه الموطور اللي تندير لكم واحد فوق على الموطور تا هوايا. وبالتوفيق للجميع وشكرا لكم، سلام. كما قلت لكم كما قلت لكم الاخوان، ديكلاراسيون هادي خاصك واحد ديكلاراسيون البوليسية هادي، والدوسي هذا هو اللي قلت لكم كتجمعوا كتشرو بواحد 21 درهم مع 20 درهم وهذا فيه المعلومات كامله لاكار ناسيونال وكدير التصوير ديالك هنا صافي. ومن بعد فينا خصنا الموتور ديالنا. وبالتوفيق للجميع.